كيف نعمل مقشر من الموز؟ نحتاج إلى موزة ناضجة ومهروسة، 4 ملاعق طعام من السكر، ملعقة طعام من العسل، 2 قطرات من خلاصة الفانيلا المركزة. نضع الموزة مقطعة ومهروسة في وعاء. نضيف 4 ملاعق طعام من السكر، ثم نضيف ملعقة طعام واحدة من العسل. نضع 2 قطرات من الفانيلا المركزة. نحرك الخليط جيداً ليصبح متماسكاً وجاهزاً للاستخدام. نأخذ القليل من الخليط ونفرك به الوجه جيداً لإزالة الجلد الميت. نغسل الوجه بالماء والصابون.